حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلمة، هل يدخل في هذا النساء أو الأنثى؟ كل محتلم يدخل فيها الرجل والمرأة، وهنا الخطاب هذا يسميه العلماء عليهم رحمة الله تعالى خطاب أغلبي، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه الرجال والنساء، النساء إلا ما خص بها أو جاء تفصيل خاص بالنساء. نعم. طيب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هنا غسل الجمعة الوجوب هذا الذي جاء في الحديث يسميه العلماء وجوب السنن، وجوب نعم. السنن، قالوا أن هذا الوجوب وجوب السنن. طيب، هناك أغسال واجبة، أغسال واجب، العلماء قالوا هناك جملة من الأغسال الواجبة وهناك أغسال مستحبة. نعم. الأغسال الواجبة قالوا غسل عند نزول المني بشهوة، وعند التقاء الختانين، وعند انقطاع دم الحيض والنفاس، وعند إسلام الكافر، وعند غسل الميت. هذه أغسال واجبة، الستة هذه الأنواع من الأغسال أغسال واجبة. نعم. أما الأغسال المستحبة فغسل الجمعة، وغسل العيدين، وغسل الوقوف بعرفة، وغسل الإحرام، وغسل الطواف، وهذه الأغسال التي نعم. ذكرها أهل العلم أنها أغسال، وغسل من غسل ميتا، غسل من غسل ميتا، وإن كان فيها مقال. إذن هذه الأغسال المستحبة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كنا هذا وجوب السنن. نعم. يدلل على هذا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه عندما صعد على المنبر، فإذا بأحد الصحابة جاء في رواية الموطأ منكرة، وجاءت في غيرها من الروايات أنه عثمان بن عفان جاء متأخرا قال يأتي أحدكم يتأنى عن الصلاة حتى تقام، قال يا أمير المؤمنين شغلت فما لبست أن توضأت وجئت. نعم. قال والوضوء أيضا، قال هنا إنكار عمر للوضوء، لم يقل له أن الوضوء واجب، لو كان نعم. الوضوء واجب فلا أمره بالذهاب والاغتسال. نعم. ولو كان الوضوء واجب لعلمه من عثمان رضي الله نعم. عنه وارضاه، ولما أقر الصحابة عثمان على فعله. نعم شيخ. أي نعم، كرمك الله شيخ الكريم.